موجز لأهم وآخر الأنباء من أون لايف، أهلا بكم. استقبل مطار القاهرة الدولي عددا من الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات شباب العالم، والتي تبدأ بشرم الشيخ غدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقام وفد من علاقات مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارتي الخارجية والداخلية بالمشاركة في استقبال الوفود الشبابية والمهمة وإنهاء إجراءات وصولهم وتسفيرهم على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ. أتمت مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستقبال الضيوف والمشاركين في منتدى شباب العالم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتزين مطار شرم الشيخ باللافتات الدعائية للمنتدى، كما تم تخصيص أماكن بالمطار للمندوبين عن المنتدى لاستقبال الضيوف وإرشادهم لكل التفاصيل المتعلقة بالإقامة. يستهل الرئيس الأمريكي ترامب أولى جولاته الآسيوية، حيث من المقرر أن يصل محطته الأولى اليابان في وقت لاحق اليوم. وتشمل جولة ترامب التي تستمر 12 يوما 5 دول آسيوية، هي كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين بالإضافة إلى اليابان. وتتمحور المحادثات مع القادة الآسيويين على الملف الكوري الشمالي. نهاية الموجز، مشاهدينا، إلى اللقاء.